اهلا 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 بحضراتكم. طيب حضراتكم عارفين انه مصر بدات من زمان عشان المناسبه يعني في ان يبقى فيها عندها مفاعلات نوويه، كويس؟ بس هي مفاعلات نوويه بنسميها مفاعلات نوويه تجريبيه او لاجل البحث العلمي، يعني ابحاث مفاعلات بحثيه. وعندنا تخصصات في الطاقة النووية، يعني مثلا كان في تخصص مهم جدا لهذا العلم في هندسة اسكندرية تحديدا، وبالمناسبة هندسة اسكندرية القسم ده فيها من أقوى الأقسام مش بس في الشرق الأوسط، له سمعة عالمية كبيرة يعني. ودلوقتي احنا بنشتغل على أول مفاعل نووي كبير لإنتاج الطاقة عشان ينور مصر، ووارد يبقى في عندنا فائض، بس دي حدوتة أخرى. ده معناه إن إحنا هنحتاج أجيال جديدة من الشباب اللي يبقوا فاهمين هذه العلوم، فاهمين هذه الاستخدامات السلمية، فيبقى في عندنا أقسام أكتر وأكثر تخصصاً، يعني أكتر من حيث العدد وأكثر تخصصاً من حيث البحث نفسه أو العلم نفسه يعني، أو البحوث دي أو النوع ده من البحوث وهكذا. فتجد انه هيئة الطاقة الذرية بتاعتنا احنا مصر، وهي اكبر واهم واول هيئة للطاقة الذرية في المنطقة العربية او في الدول العربية، بدأت تشتغل على تدريب الشباب على الاستخدامات السلمية. ازاي ويعني ايه؟ اقول لك في الحالات اللي زي كده. تعال نروح لأهل الاختصاص. الدكتور هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وأهل مصر كلهم بخير إن شاء الله. اللهم أمين يا رب دايما. قولنا يا دكتور، يعني إيه هتعملوا تدريب للشباب على الاستخدامات السلمية؟ اشرح لنا وقولنا إيه هم نوعيات الشباب كمان اللي بيبقوا مؤهلين لهذا النوع من التدريب. طيب، اولا التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، ده تدريب بتتخذه الكليات احد متطلبات تخرج الطلاب. حلو. والطلاب ممكن تروح لاكثر من مكان. عظيم. سواء شركات او مراكز بحوث او هيئات اخرى، ومنها هيئه الطاقه الذريه. حلو قوي. احنا بنقبل الطلاب من الكليات العمليه، كليات الهندسه، كليات العلوم، كليات الصيدله، كليات الزراعه. بنقبل الطلاب من الملتحقين بالمرحلة الثانية والثالثة لتأهيلهم على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. الطاقة الذرية ليس جانب سيء، الطاقة الذرية فيها جانب مشرق واستخدامات في كافة المجالات، سواء كانت صناعية أو طبية أو زراعية. وبالتالي الجامعات احنا المفروض ان احنا بدأنا البرنامج بإرسال خطابات للكليات لأنها تبلغنا بالطلاب اللي المفروض هيتدرب عندنا. فتحنا باب التقدم من أول يناير إلى إبريل، وإن شاء الله التدريب يبدأ من نص 7 إلى نص 9. الطلاب هيتوزعوا على مراكز الهيئة المختلفة، عندنا 4 مراكز، موقعين في مدينة نصر وموقعين في أنشاص، فيهم جميع التخصصات، كيمياء، بيولوجي، صيدلة بتخصصاتها، لأن صيدلة ما فيهاش تخصصات في الطلاب الذين لما يتخرجوا، كليات الهندسة، كليات الزراعة بتخصصاتها. احنا الأول بندربه يعني إيه تقنيات نووية، يعني إيه يحمي نفسه عند التعامل مع التقنيات النووية، إزاي يقدر يستفيد منها في أبحاثه أو في تطبيقها سواء في المجال الخارجي أو في المجال البحثي. طيب ده كلام رائع جدا. طب هل أقدر أعرف ولو مثال واحد مثلا عن الاستخدامات السلمية لهذه الطاقة في الصناعة، مثال لاستخدامات هذه الطاقة في الزراعة على سبيل المثال؟ طيب، في الصناعة احنا حضرتك بنستخدمها لحلول كبيرة جدا، منها مثلا لو عند حضرتك أنابيب بترول عشان تنقل فيها البترول لمسافات طويلة المفروض ان ما يكونش فيها اماكن يحصل تسرب منها، وما عندكش فرصة انك تعمل مواسير باطوال كبيرة، فبيتم لحام هذه المواسير، وبالتالي انت بتصور هذه اللحامات علشان تعرف اذا كانت اللحامات سليمة او لا. عندنا في شركات البترول احيانا في افران التكرير بيبقى فيها مشاكل، المشاكل دي ممكن يتم فحصها عن طريق استخدام المواد المشعة وتعرف المشكلة فين بدون توقف للافران.
ده بالنسبة للصناعة. عندك الصناعة عند حضرتك في مصانع الورق، مصانع الورق بتحتاج نظائر مشعة علشان تطلع الورق بسمك معين، وغيرها الكثير. عندك في الجمارك، الجمارك عندك البوابات الإلكترونية، البوابات الإلكترونية بتستخدم مصادر علشان تقدر تكشف عن الحقائب والحاجات اللي فيها ممكن ما تكونش مصدر مشع، لكن هي عبارة عن أشعة إكس، وأشعة إكس من النوعية التي تنتمي إلى الأشعة المؤينة، وهي منوط بها العمل في هيئة الطاقة الذرية. ده بالنسبة للصناعة. في الطب حضرتك عارف طبعا التصوير الطبي بالنسبة واستخدام المواد المشعة في التشخيص والعلاج. بالنسبة للزراعة عندنا تطبيقات كتيرة جدا، منها انك تعرف احتياج النبات للمغذيات المختلفة، منها انك تعرف احتياج النبات لكمية معينة من المية، منها انك تقدر تنتج محاصيل تحاول انها تتغلب على التغيرات المناخية. عندنا تغيرات مناخية بتأثر على درجة الحرارة المحيطة بالنبات، عندنا تغيرات مناخية بتأثر على ملوحة التربة، على جفاف التربة، وبالتالي تقدر تستنبط أصناف تقاوم هذه التغيرات وتساعد على إن زيادة الإنتاج، وبالتالي تأمن الفجوة الغذائية اللي موجودة عندنا. طيب ده كلام أكتر من رائع. آخر حاجة، أنا كده فاهم إنه التدريب ده بيتم بشكل دوري وسنوي ومنتظم، صح كده؟ بالظبط كده يا فندم. عظيم جدا. أنا أقدر أقول إنه أنا التدريب بتاعي مستواه بالمقارنة بمستويات التدريب اللي ممكن تبقى موجودة في المنطقة أو حتى في العالم، أنا تصنيفي عالي ولا أنا متوسط؟ إحنا حضرتك بالنسبة للتدريب الصيفي ده بيتم للطلاب الذين لم يتخرجوا. أيوه. وبالتالي ده بيبقى مستوى معين من التدريب. حلو. لكن بالنسبة للخريجين في مستوى آخر من التدريب، وهو مستوى متخصص. عظيم. ويؤهله لسوق العمل. احنا في التدريب ما لا يتوقف على التدريب من ابناء جمهورية مصر العربية، احنا عندنا متدربين بيقولنا من الدول العربية، وعندنا متدربين بيقولنا من جميع قارة افريقيا، وده بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية. احنا كان عندنا السنة اللي فاتت 30 طالب متدرب من كلية الهندسة النووية في جامعة السودان. يعني احنا مكان لجذب للتدريب على مستوى القارة وعلى المستوى الاقليمي. هايل هايل هايل. انا عايز اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور هداية كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي.